اليوم بنقل لكم تفاصيل وأقسام المستشفى الإماراتي العام اللي موجود في ميناء العريش. طبعا نحن نستقبل حالات بالإسعاف ويتم إنزال المريض، ناخذ لمنطقة فرز المرضى او الترايج، اخذ العلامات الحيوية، ناخذ معلومات المريض، يتم تقييم حالة المريض بشكل سريع. اذا كان المريض في حالة غير مستقرة يتم نقله الى المنطقة الحمراء، هناك يتم اجراءات انقاذ الحياة، من ثم قد يتجه المريض لغرفة العمليات او غرفة العناية المركزة لمراقبة حالته في حالة استقرار الحالة. إذا كانت حالة المريض نوعا ما مستقرة ولكن يحتاج إلى عناية، ممكن ننقله للمنطقة الصفراء أو العيادة حسب حالة المريض. يتم إجراء الإجراءات الطبية اللازمة من أشعة أو إجراء فحوصات طبية في المختبر، ومن ثم يتم تحديد العلاج ونقل المريض في حالة الاستقرار إلى العنبر أو الإخراج المريض إذا كانت حالته مستقرة.